بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. والحديث في هذه الكلمة عن وعد الشيطان، فربنا جل جلاله في كتابه الكريم حدثنا بأن الشيطان يعد، فقال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال جل من قائل بعدما حكى قصة آدم مع إبليس في سورة الإسراء، وأن الله جل جلاله طرد إبليس من رحمته، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الخاسر هو من تبع وعد الشيطان ومن صدقه وهو عدوه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وعد الشيطان أيها الإخوة الكرام أول ما يدخل في باب الصدقات. لو أن الإنسان أراد أن يتصدق بصدقة فإن الشيطان يعده الفقر ويخوفه المستقبل ويحدثه عما ينتظره في قابل الأيام ويحاول أن يثبطه عن إخراج تلك الصدقة، فإذا غلب الشيطان وأخرج صدقته فإن الشيطان يحاول أن يحرفه ويصرفه ليخرج تلك الصدقة من خبيث ماله. وهذا وقع فيه حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين أهل الصفة، وكان الأنصار وأصحاب الزرع رضوان الله عليهم يأتون بالقنو من التمر أو ما نسميه بالسبيطة فيعلقونها في المسجد من أجل أن يأكل منها أولئك الفقراء، فكان بعضهم يعمد إلى البسر من تمره إلى ما كان ناشفا جافا لا يقبله لنفسه فكان يأتي به. فالله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث لتنفقوه وتعطوه للفقير، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أنه أعطي لكم لن تقبلوه إلا على إغماض، قد أغمضتم عيونكم وضقتم به ذرعا. يا أيها الإخوة الكرام، الواحد منا إذا أراد أن يتصدق بصدقة لا بد أن يستحضر أن الله جل جلاله يقبل تلك الصدقة بيمينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو الفصيل أو الصغير من البهائم أو من الحيوان، تربيه يكبر شيئا فشيئا حتى يجدها يوم القيامة كأمثال الجبال. هذه التمرة التي تصدقت بها من كسب طيب تجدها يوم القيامة، لن تجدها تمرة، تجدها كأمثال الجبال. لابد أن الواحد منا يستحضر إذا أراد أن يتصدق بأن هذه الصدقة تطفئ خطيئته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا كعب بن عجرة
أعيذك بالله من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض يوم القيامة، ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصدقة برهان، قالوا كلمة الصدقة مشتقة من الصدق لأنها برهان على صدق الإيمان، هذا الذي يخرج ماله أو يخرج طعامه طيبة بذلك نفسه يرجو ما عند الله من أجر وثواب، ما حمله على ذلك إلا أنه مصدق بوعد الله عز وجل، مصدق بأن هناك قيامة وأن هناك حسابا وبعثا ونشورا وجنة ونارا. قال علماؤنا: في الصدقة عشر خصال محمودة، خمس في الدنيا وخمس في الآخرة. أما التي في الدنيا فتطهير المال وتطهير البدن ودفع البلايا وبركة المال وإدخال السرور على المساكين، هذه الخمسة تكون نتيجة لصدقتك في الدنيا. وأما التي في الآخرة فخفة الحساب وثقل الميزان وسرعة الجواز على الصراط وزيادة الدرجات في الجنات، وتكون الصدقة ظلا لصاحبها من حر ذلك اليوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لكن هذه الصدقة المقبولة أيها الإخوة الكرام لها شروط. أول هذه الشروط أن يبتغى بها وجه الله، وإلا من أنفق رياء، من أنفق سمعة، فالله جل جلاله لا يقبل منه. قال جل من قائل: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني حجر أملس، هذا الحجر عليه تراب، نزل المطر من السماء، هذا الحجر لن ينبت زرعا ولن يخرج كلأ ولن يستفيد من الماء سوى أن الماء لمعه وجلاه، كذلك هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس لا يقبل الله منه هذه الصدقة. فهذا شرط أول. الشرط الثاني: ألا تتبعها منا ولا أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أن تقول: أنا أعطيتك، أنا حبوتك، أنا كسوتك، أنا أطعمتك، أنا فعلت بك ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الإنسان الذي يمن على من أعطاه. وأما الأذى فهو أن تدعو عليه أو أن تنهره أو أن ترمي بها في وجهه ونحو ذلك. ثم الشرط الثالث: أن تكون هذه الصدقة من كسب طيب، فإن الله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن تصدق من كسب خبيث لم يقبل الله منه، لابد أن تكون الصدقة من كسب طيب. ثم الشرط الرابع: أن توجه هذه الصدقة إلى أهلها بحسب معرفة الإنسان وطاقته، وإلا ما يعلم الغيب إلا الله. الإنسان إذا علم بأن فلانا مسكين أو أن فلانا فقير أو أن فلانا محتاج أو أن فلانا ملهوف فأعطاه فهو مأجور،
لكن لو كان فلان ذلك كذابا يتظاهر بغير حقيقة الأمر يسأل الناس وعنده ما يكفيه، فالله جل جلاله ما يحاسبني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري حدثنا عن ذلك الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في كف زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل على زانية اللهم لك الحمد، ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، طبعا هو لا يعرف بأن تلك زانية ولا أن هذا سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، قال على سارق اللهم لك الحمد لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، قال على غني اللهم لك الحمد، فلما نام سمع هاتفا يهتف به قد تقبل الله صدقتك. أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما السارق فلعله يتوب من سرقته، وأما الغني فلعله يقتدي بك. وأنا أسوق هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن بعض الناس إذا رأى كثرة الكذابين والدجالين ومن يظهرون الفاقة والحاجة وعندهم ما يكفيهم، ومن امتهنوا سؤال الناس وأراقوا ماء وجوههم، فإن بعض الناس يمتنع عن الصدقة مطلقا. نقول لا، إنما الأعمال بالنيات كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة أخيرة أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يعتقد أنه لو اكتسب مالا من حرام ثم ثمره ونماه ثم تصدق بجزء منه فقد برئت ذمته. نقول لا، الحرام لا تبرأ منه الذمة إلا إذا تخلصت منه، مهما تصدق ما يقبل الله صدقة من كسب طيب، كما قال الأول ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، يعني لا تكتسب من حرام ولا تتصدق، ما كلفك الله ما ليس في وسعك، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.